الاهلي يلعب والمقاولون يتعادل بدون اهداف. كابتن علاء، نقطتين غاليتين ضاعوا النهارده من النادي. للاسف ضيعت نقطتين في منتهى الاهميه، لان زي ما اتفقنا ايام طلع مباريات كؤوس، يعني ما ينفعش ضيع نقطتين وحظك وحش جدا في كذا كوره وضرب الجزاء وكده. لكن الأسوأ او الحاجه الاكثر حزنا يعني بمنتهى الامانه، اتعادلت مع فريق ما يستحقش حتى النقطه دي بجد، فريق ما بيعملش حاجه خالص. صحيح. من اقل الفرق اللي انا شفتها في الدوري، حتى ما بيعرفش يدافع. يعني هو يعني انت ممكن ليك شكل في الدفاع، لا ما بيعرفش يدافع، والموضوع بس ماشيه كده وخلاص، وكل امل والوقت بيعدي. لكن لو جه في جول ده كان الموضوع انتهى تماما، كنت كسبت مكسب كبير. دي الحاجات اللي تضايقك ايام بتضيع نقاط مع فرق سهله، يعني فريق سهل جدا تكسبه النهارده، بس جه عليك فتره الشوط الثاني الاستعجال. عشان كده بقول لك دايما في الشوط الاول لازم المباريات دي تحسم في الشوط الاول عشان تقدر تلعب بهدوء شويه. لكن الشوط الثاني الوقت بدا يعدي، استعجال، كلها كور عرضيه متشافه كلها، حتى لو عملت بعض الخطوره لكن هي متشافه. وفاروق ده ما عندوش غير الميزه بس، راجل طويل بيلعب دماغه بس يعني. لكن صح. هو ده ميزته الوحيده موجوده في المقاولين، غير كده مش شايف حد فريق مقاولين خالص يعني. ابو السعود طبعا عشان ضربه الجزاء اللي تصدى ليها من علي معلول، غير كده ما فيش يعني. الفريق اخذ منك النهارده نقطه غير مستحقه، غير مستحقه بالمره بجد يعني، بجد ما غير مستحقه يعني. يمكن انا شايف ان المخصة الدور الشوط الثاني مع النادي الاهلي كان شكله احسن من كده، وبيلعب كوره ما عندوش مشكله. لكن هي دي كره القدم برضه يعني. اللي محزنك ان انت يعني مش لازم تخسر نقاط. للاسف خسرت نقاط مع يعني النهارده نقاط مضمونه. طبعا الناس كلها متضايقه، الناس كلها حزينه، والناس كلها اكيد مش راضيه، وجمهور الاهلي اكيد متضايق جدا وزعلان جدا وحزين جدا على الشكل النهارده، واضاعه النقطتين في سباق الدوري. فانت كده انت بالعكس، انت المفروض الضغط تعمله على المنافس، انت بتريح المنافس يعني، ما تعملش عليه ضغط دلوقتي خالص، لانك انت مبارياتك بقت للاسف يا ايمن سهل يعني، بقت صعبه المكسب، بقت صعب تكسب، بتكسب بصعوبه، بتكسب بعد تعب جدا يعني. حتى اللي كنا بنكسبهم بعد تعب وجهد بنقول ماشي، لكن الحمد لله كسبت. النهارده انا ما قلتش ان حد ادخر جهد او 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 ما حاولش او ما فيش حماس، لا انا شايف ان الشكل اتغير. الشكل النهارده متغير يعني، الشكل متغير، في روح وفي حماس وفي ناس عايزه تلعب والناس عايز تكسب. مظبوط. لكن زي ما بقول لك انا دايما، احنا في حته ما اقدرش اجي جنبها، حته التوفيق من عدم، دي حاجه مش بايدينا، حاجه بتاعت ربنا. انك موفق النهارده وتكسب او يحصل فيك النهارده زي ما حصل كده، دي مش بتاعتك. لكن انت بتاعتك حاجات في موجوده في معاك يعني. في اخطاء فنيه حصلت، وفي زي ما بقول لك استعجال كتير جدا من لعيبه النادي الاهلي، في شويه عشوائيه برده كده، وعدم يعني الوحيد اللي كان بيلعب في مكانه بتمركز زياد طارق بس يعني، في الجزء المهاجمين ده كله او جزء المهاجم ده كله، زياد طارق الوحيد اللي كان ملتزم واللي كان بيلعب على الخط والشكل كويس جدا، الباقي فيه شويه يعني عشوائيه شويه. لكن كنت ممكن برضو رغم كل ده تكسب، لكن ما تعرفش يعني، سبحان الله يعني، ربنا ليه حكمه في كده. بنقول هارد لك النهارده بقول لهم هارد لك فعلا، ان النهارده مفيش تقصير، وفي بعض الفرص الغريبه جدا اللي ضاعت منك النهارده مع سوء حظ مش طبيعي، سوء حظ في اصابات في اول المباراه. لازم تعرف اسبابها. ما ينفعش 8 دقائق 10 دقائق يطلعوا اثنين منك لعيبه، ما حتى فيش كميه جري حصلت يا ايمن. لكن رغم كل ده كان في سوء حظ واضح النهارده، في كورتين او ثلاثه، في كورتين في العارضه، في واحده في القائم، وفي واحده طلعها ابو سعود من ديانج، وضربه الجزاء اللي ضاعت. انت برضو ضيعت فرص يعني. يا سيدي انا موافق، كنت ممكن اطلع 2-0 النهارده مع فريق لا حول ولا قوه له تماما يعني. ده فريق بجد يعني، لا بجد انا عمري ما شفت مقاولين بالشكل ده، فريق مش عارف يدافع. لكن اخذ منك نقطه تعادل النهارده غاليه جدا، هتعطلك وهتضايقك شويه، لكن لسه الدوري ان شاء الله قدامنا، وربنا يوفق المباراه القادمه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. كابتن اسامه، تعادل غير مستحق المقاولين. على حسابات الفرص والسيطره من اول الماتش لاخره، صحيح انت يعني في تباين في رتم ادائك،
الشوط الاولاني شويه يعني كنا اكتر يعني جديه. الجديه في الشوط الثاني ابتدت في اخر ربع ساعه و10 دقائق، يعني لما حسينا ان المباراه بتقرب على النهايه ابتدت اللعيبه مش عايز اقول كلمه انتحار يعني، ولكن كانت رمت كل حاجه، مش حدش خايف على رجله، اشتراكات قويه، سرعه، بس بقت فيها سرعه اللي احنا بنقول داخله في تسرع شويه. يعني حتى علي معلول اللي هو معروف باتقانه الغير طبيعي في الكرات العرضيه بقى عايز يعمل كره عرضيه من اي حته وخلاص، باليمين بالشمال بيدخلها جوه ال 18 وخلاص، يعني يعني مجرد ان يعني عايز يعمل شكل هجومي وخلاص داخل ال 18. فهو احنا كافحنا جامد جدا جدا واضعنا اكتر من فرصه، وطبعا ضربه الجزاء، ولكن برضو كان في استعجال وكان في رعونه، وكل ما الماتش كان بيقرب كان الاستعجال بيوضح. انا بقى طبعا بحيي النهارده تحديدا اكتر واحد كريم فؤاد، انا شايف انه عمل ماتش كبير النهارده، عمل مجهود غير الطبيعي في الهجوم وفي الدفاع، وطبعا في اكتر من لاعب بذل جهد كبير، ولكن برضو في علامات استفهام على بعض اللاعبين. يعني مع احترام الكامل المكسوني طوال 90 دقيقه انا مش حاسس انه عمل اي شيء اضافي للفرقه، وحتى يعني هي وجهات نظر، ما اعرفش ليه المدير الفني ما قررش ان يغيره في اي وقت من المباراه. يعني طب ممكن واحد زي وليد سليمان يلعب، وليد سليمان صحيح جهده قليل واحنا عارفين الكلام ده، بس كان ممكن اخر تلت ساعه ولا حاجه كان يشترك، او حتى يعني اي حد من اللاعبه الاخرين اللي كانوا قاعدين في دكه البدلاء. ايا كان انت اضعت فوز يعني كان في المتناول. المقاولين العرب تقريبا يعني لو حسبت في التسعين دقيقه هجمه او هجمتين ليهم اللي ليهم معنى، حتى الهجمات المرتده ما بتكملش، هم متكتلين ومعتمدين على عدم التوفيق اللي عندك واستعجالك. يعني عارفين النادي الاهلي محتاج النقط قوي، وهم طبعا بيكافحوا عشان يقعدوا في الدوري العام لان موقفهم خطر جدا، فهم كانوا في موقف دفاعي طوال معظم زمن المباراه، ولكن انا بس اللي يعني لعيبه كتير ما اثرتش النهارده، اللي باخده عليهم ان القرصه الجامده دي زي ما بنقول في الكوره او الشده الجامده دي حصلت في اخر 10 دقائق، يعني اللي بقت في كثافه وفي ضغط وفي عايزين، لكن ضيعنا مثلا 30 ولا حاجه دقيقه من الشوط الثاني بهدوء وتباطؤ. هارد لك، ويعني ان شاء الله نفكر في الماتش الجاي، ولازم نكافح ان احنا نكسب وما لناش دعوه بحد، نفكر في طريقنا احنا يعني. مظبوط كابتن عادل، يمكن خساره نقطتين في التوقيت ده صعب جدا، بس زي ما قال كابتن اسامه لازم تكافح لحد اخر ثانيه في الملعب. الملعب ولا للدوري؟ الدوري، ما هو الملعب ده احنا بنتكلم على مسابقه الدوري اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. الامور بتتصعب ولكن ما زلنا متمسكين بالامل، لازم نلعب لحد انت هتلعب آخر. اكيد هتلعب، يعني هو الموضوع لازم كله بيمشي مع اتجاهات واحده، انت بتلعب كوره خلاص هتلعب وتكمل باللعيبه دي وتبقى موجود. لكن اللي يزعلك النهارده ان انت المقاولين مالوش وجود في الملعب. كمل بس وجهه نظري دي يا كابتن، لازم اتجاهين، اتجاه في التحضير واتجاه في اللعب. احنا اهو اللعيبه بتلعب والناس بتلعب، في تحضير اخر، في شكل تاني، في شغل تاني بيتعمل اكيد، يعني اكيد في مشكله صح؟ سواك من مباراة النهاردة أكيد عندنا مشكلة هتتحل. ماشي، ما هو هتتحل إزاي؟ بتغييرات. أوكي، سنة الحياة كده، اللعيبة هتتغير وفي لعيبة كتير هتمشي ولعيبة هتيجي، أنا مش مسؤول وما أعرفش، ولكن ده الطبيعي لأنك أنت في الوقت الحالي. النهاردة يعني النهاردة أنا صعبان على الكلمة اللي احنا بنقولها، يعني أحيانا بنقول النهاردة روح الأهلي أحسن شوية، مفيش كده، يعني كلمة روح الأهلي أفضل دي تزعلني.
لان المفروض ان روح الاهلي طول الوقت تبقى افضل واحسن واقوى. فدي يبقى في خلل فيها، طالما روح النادي الاهلي بقت افضل يبقى في كان فيها خلل. فاحنا دي واحد. الناحيه الثانيه انت كنت افضل النهارده بس ما تكسبش، ما كسبتش، ما تكسبش وما تكسبتش. ليه؟ ليه النهارده؟ انا من وجهه نظري خلاص ما يعني ما فيش. بس انا عايز اقول لك حاجه، ما فيش، بص يا كابتن، ما فيش الضغط. انت اللي ساعدت لي الفوز، انت اللي خلقت فرص، انت اللي اهدرت فرص، انت اللي كنت مسيطر على الماتش. المقاولين ما كانش ليه وجود، ده بالعكس انت النهارده تستحق المكسب. كابتن المقاولين عنده 24 بونت ماشي يا كابتن. المقاولين كان لازم ينزل من الدور الاول، بكلمك مع احترامي ليهم يعني. الموضوع مش كده، الموضوع النادي الاهلي النهارده كان الافضل، اه، وكنت ممكن تجيب اجوان كتير، اه، بس ما جبتش. هنا اللاعب احنا اتكلمنا فيها، هنا الكواليتي، اللعيب اللي يخلصك، يعني اللعيب اللي يخلصك ده، يعني ادينا بنحط ايدينا على اخطائنا يا كابتن ايمن، فاهمني؟ ادينا بنحط ايدينا على اخطائنا، عند عاوزين هداف، عايزين لعيب يخلص من فرصه، انه احيانا بينقذك اللاعب المتميز. النهارده عندنا كم فرصه ضاعت منك؟ اديلي كده يا كابتن، ايه رايك؟ عددهم قد ايه؟ فرصه مؤكده؟ لا، في عندك مشكله، في عندك مشكله عدم ثقه اللعيبه. بغض النظر انا مش بتكلم على التعادل النهارده، انا بكلمك انت كمان بتقول لي يا كابتن ان احنا اللي تسيدنا المباراه، دي حقيقه طبعا. انت الافضل طول المباراه، افضل طول المباراه، بس ما كسبتش ليه؟ وده سؤال. الاصابات اللي جات لك في اول المباراه اقول عليها هارد لك ولا ازعل؟ حد يقول لي يعني ارد عليه ايه؟ هارد لك ولا ازعل؟ اصل انت لما يتغير عندك في 10 دقايق 2 لعيبه دي مشكله كبيره. ايه هي المشكله؟ هل هي اللعيبه بتنزل وهي مصابه؟ هل اللعيبه ما بتسخنش كويس في تسخين المباراه؟ لان دي مش اول مره. 10 دقايق قبل كده طاهر محمد طاهر وايه؟ محمد هاني في مباراه قبل كده، صح؟ الظاهره دي ايه الظاهره دي؟ الظاهره دي ظاهره لا تسخين مش 100%، لا اجهاد في التدريب زياده، ها؟ اه، انت عندك لعيبه مجهده ولعبت كتير مجهدين، لكن صلاح محسن ما لعبش كتير السنه دي، خلي بالك في مؤشرات. يعني الطبيعي لا قدر الله حمدي فتحي اقول لك ماشي، عمرو السولية انا موافق، لكن خلينا نتكلم في الواقعي. انت لازم تبحث في الامر، هتبحث في الامر، مش دي غيرت لك ناتج اللعب اللي انت كنت بتعمله من افضل لا 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 انك انت كنت بهدوء كنت هتكسب، اديك اتشديت، اتنين اتعوروا واتشديت ورجعت. حاجه تانية مهمه عايز اقول لك، يعني انا عندي خمسه اخر 25 دقيقه 20 دقيقه، مكسيوني افضل سايبه وما لعبش وليد سليمان، يعني ما في حاجات برضو. احنا مش هنقول احنا افضل، احنا احسن، احنا احسن طبعا، بس تضييع الاهداف دي كان وليد سليمان يخلص لك واحده، لانه هداف وليد سليمان، ممكن ما يجيبلكش جوان بس اعمل اللي عليك. يعني انا كنت عايز اقول ايه؟ انه احنا كنا الافضل بس ما عرفتش تجيب الجول ليه؟ هي دي مشكله يا كابتن، مشكله كبيره. يعني هل عدم ثقه؟ هل اللعيبه مش واقفه كويس؟ هل الاستعجال؟ هل بعض اللاعبين عندنا في الوقت ده علامة استفهام زي مكسيوني مثلا، انه انه ان يكمل المباراة كلها يا كابتن؟ انا مش شايف، يعني انا شايف دي وجهة نظر جهاز فني، يعني وجهة نظر مدير فني، ما حدش يقدر يتكلم كابتن فيها كابتن. انا مش بتكلمش في وجهة نظر، انا بتكلم في انتاج وجهة نظرك تلاعب، انا مش بتكلم على حاجة، بس انا بقول لك التعريف في الموضوع اصلا. انا من وجهه نظرك لاعب اللي انت عاوز تلعبه، لكن من وجهه نظرنا واحنا بنتفرج على ناتج ال 90 دقيقه كان ممكن في اخر 20 25 دقيقه ينفعك وليد سليمان، ينفعك محمد محمود اكتر،
بدليل ان انت اعتمدت على محمد محمود في ماتش الزمالك ونزلت ها وما اعتمدتش عليه وقعدته تاني ما قعدت يعني في شويه علامات استفهام يعني لازم برضو ايه كويسين النهارده الروحنا اعلى لكن انت بتقول احنا كويسين علشان احنا ما كناش كويسين وبعدين اتحسننا سنه انا معاك في دي لكن في اخر الامر اللي انا عايز اقوله ايه انه ما فيش مانع انك انت هتشتغل في الاتجاهين خلاص يعني لازم تشتغل في انا واثق ان في شغل في الاتجاهين بس انا بشوف في الايام دي مؤشرات لبعض اللاعبين لازم يعرفوا ان هم في خطر ده وجهه نظر كلاعب ومحلل انا ما بتكلمش انا وليس مسؤولا ولكن انا بتكلم انا كلاعب انت في خطر انت لعيب في خطر انت لعيب في الوقت الحالي في خطر ما تلومش الا نفسك انا مش بقول كده عشان اتعادلنا انا بقول كده علشان احيانا الضربه اللي ما بتقسمش بتقوي فممكن تقوى هتقوى ازاي انك تبقى واقعي بقى ونشوف اللي هينفعك ايه واللي مش هينفعك ايه لكن هارد لك النهارده المباراه هنفضل نجاهد طول الوقت هنلعب طول السنه وهتكمل والكره فيها الكتير والموضوع ما راحش يعني ما راحش 100% صعب صعب لكن هي كره القدم كده ممكن تتصعب وممكن في اسبوعين تلاقي الموضوع رجع عادي خالص يعني انت بس تكسب انت المباريات القادمه هي بقى مشكلتك ان انت بقت عندك صعوبه زي ما الكابتن اسامه والكابتن علاء اتكلموا في صعوبه انك بتكسب الكابتن علاء في اول كلامه قال لك يعني الحاجه اللي مخلياني زعلان ان انت عندك صعوبه انك تكسب هي دي بس المشكله كابتن بلال زعلان بس هو النهارده نتيجه غير منطقيه بدايه من سوء الحظ الغريب اللي قابل النادي الاهلي من اول 4 دقائق الاصابات المبكره سيطر على الماتش خلقت فرص اهدرت فرص جات لك ركله جزاء المفروض يعني لو قلنا بنسب مثلا 80 20 برضو اهدرتها سيطر على الشوط الثاني في غياب كامل لفرقه المقاولين يعني لا انت كنت الاقرب للثلاث نقاط مش عارف والله انا زعلان اصلا يعني انا عارف احنا كلنا زعلانين هي بس في ظاهره عشان قبل ما انساها بس معلش قبل يا ثانيه اتفضل في ظاهره وانتوا واخدين بالكم منها بقى عندنا سوء حظ ودي مش عندنا معنى كده بقى عندنا سوء حظ من امتى احنا عندنا الموضوع ده احنا دايما بنقول احنا لل 97 80% هنكسب صح يا اسامه الموضوع النهارده لو عندك شويه حظ كانت كوره من كل الكوره جات لك دي كانت دخلت فدي برضو يعني لو عادل بيقول في علامات وفي حاجات انا من وجهه نظري دي انا قلقان بقى من الموضوع ده انك يبقى عندك سوء الحظ ده او ما اعرفش مبرر ايه بس يعني غريبه وعشان كده يعني حتى قبل ما بلال يتكلم حبيت اقولها ودي حاجه على فكره في كره القدم سيئه جدا بعد ما كنت الحظ على طول معاك يعني فجاه ايمن يبقى انت بتخش مرحله انا مش محظوظ مع ان احنا كلنا متفقين ان انت ما تقوليش اداء عالمي ما الاداء معقول وكل حاجه متفقين هنكسب وانت يعني لحق بالمكسب بلال هيقول لك انت حق بالمكسب لكن حته سوء الحظ دي مش انا عن نفسي حاجه مش مطمئنه سوري يا بلال معلش لا يا كابتن اتفضل طبعا يعني حاجه تضايق الحقيقه يعني حاجه تضايق انك انت بتخسر نقطتين مهمين جدا 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 في ظل ان انت منتظر الاثنين المنافسين بتوعك يلعبوا بعض بكره ساعات بتبقى انت مستني ان الخصم يتعطل لكن ما بتنتظرش او ما بتتمناش او ما بتتوقعش ان انت اللي تتعطل صح وتتعطل في مباراه زي دي مظبوط هل استحق لعيبه النادي الاهلي التوفيق النهارده زي ما كابتن علاء بيقول لا على الاطلاق لعيبه الاهلي ما استحقوش النهارده التوفيق على الاطلاق وجهه نظر يعني خلاص عشان نبقى منطقيين ونتكلم كلام منطقي نتكلم كلام عقلاني مش هنقعد ببص يا كابتن مش هنقعد بقى ايه نفضل نرسم ورد واحلام واحنا اصلا لا نستحق اللعيبه اللي في الملعب لا تستحق على الاطلاق لا تستحق على الاطلاق بتلعب فرقه اخر الدوري العام مهدده بالهبوط بتلعب فرقه ما عندهاش اي دوافع يعني تخلي يعني ما عندهاش اي امكانيات هجوميه تسجل هدف عايزين يعملوا هجمه مرتده من تلت ملعبهم واقفين ال11 قدام الجول
يعني حاجه الحقيقه، يعني ان ما كنتش اكسب النهارده اكسب امتى؟ هكسب امتى؟ ان ما كنتش تكسب الفرقه دي مقاولين العرب وهم بالشكل ده فرقه ما بتبصيش 3 4 باصات ورا بعض، هكسب مين؟ هكسب ازاي؟ فين 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 يعني فين القتال اللي في الملعب؟ اه انت احسن، اه طب طبيعي انك تكون احسن يعني مقارنه، فطبيعي انك تكون احسن عادي جدا. يعني ما ينفعش تقول لي اصل انا النهارده كنت استحق، اصل انا كنت احسن. هو انت مش عايز تبقى احسن النهارده؟ مش عايز تبقى افضل النهارده من الاولين؟ مش عايز تروح ويجي لك فرص وتسجل اهداف؟ فرقه بلغه الكوره ديد ميته، بتلاعب فرقه مفيش. واتفرج على التصريحات اللي بعد الماتش، انك احنا عملنا وسوينا ووقفنا ووقفنا لعيبه الاهلي وخططنا كويس طبيعي يتقال تصريحات بعد النتائج هي صاحبه التصريحات الصادقه.